كي نعرف اللي دولة الاستقلال خصت 30% من ميزانية الدولة للتعليم لتعميم التعليم ونشره بالنسبة للفتيان والفتيات كيف كيف، بالنسبة للمدن والأرياف كيف كيف، كي نعرف اللي برامج التعليم في دولة استقلال زادة كيف كيف عملها واحد كيف ما العظيم محمود المسعدي، ومن بعد برامج تعليم اللي عملها عظيم آخر اللي هو المرحوم محمد الشرفي، نقول اللي في مستوى البرامج والكتب المدرسية التعليم في تونس وصل المستوى مستوى راقي بالنسبة للبلدان العربية الأخرى، والدليل على ذلك النجاح اللي عارفه الأجيال كاملة من التوانسة. لكن اليوم كثير من التساؤلات نطرحوها، ونحن نرى اللي مسألة توحيد المناهج التعليمية في تونس اشتغلت عليها دولة الاستقلال، اليوم قاعدين نشوفوا اللي هالتوحيد هذا قاعد يتشتت، واللي فما مدارس قاعدة تنشأ، واللي فما التعليم الديني قاعد يرجع بطبيعة الحال بنظرة معينة منغلقة، ونشوفوا اللي المدارس القرآنية قاعدة تنشأ. من شأنه هذايا أنه يقسم التوانسة، تقسمهم في الفكر يعني تقسمهم زادة في المجتمع. دونك هذايا إشكال كبير، والمسألة منصبة على صورة على المرأة وصورة المرأة في التعليم. البرامج الكتب المدرسية وأنا باعتباري معناتها أستاذة والبرامج الدراسية عندي عليها فكرة شاملة، نعرف اللي البرامج في حتى لليوم هي في مستوى راقي، لكن الإشكال يتمثل في السياسة التعليمية اللي احنا اليوم قاعدين نتبعوا فيها منذ اكثر من منذ اكثر من عشرية، معناتها قاعدين نتبعوا في سياسة اللي بدا من خلالها الإيمان بالعلم بدا ينقص، وزيد إلى جانب هذا التعامل مع البرامج ولا يمثل نوع من المفارقة، برامج في مستوى رفيع والتعامل مع البرامج في ما يتمشاش مع هذايا هو اللي هبط من مستوى التعليم. نشوفه اللي في مثلا في عوض تنزاد المدارس قاعدين نشوفوا في المدارس قاعدة تتخرب، ونشوفوا في المدارس سقوفاتها قاعدة تيح، ونشوفوا في الفتيات ينقطعوا على الدراسة، فتيات وأولاد 100,000 خرجوا من العام هذايا، خرجوا من الدراسة، غادروا الدراسة لأن أولا الظروف المادية لا تسمح، واثنين في مستوى العقليات ومستوى التكوين التبليغ المعلومة اللي هي موجودة بصفة هائلة في البرامج ما هوش قاعد يصير بالطريقة اللي يلزم باش تكون الفكر والفكر النقدي والفكر المنفتح. والتعليم احنا الوزارة اسمها وزارة التربية، يعني هي تربي لكن تربي وفق أي قيم. هذا الشيء اللي سؤال كبير اللي تطرح علينا اليوم، وما علينا إلا نبدأ ونقوله يلزم ممكن ميثاق أساسه قيم حقوق الإنسان يتعهد بها المعلم والأستاذ باش يقول هذه هي اللي مبلغها، حتى لا يدخل التعليم الأجيال القادمة في التجاذبات السياسية.